يا صباح الفل، صباح التفاؤل، صباح السعادة على أحلى إخواتي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه؟ نورتوني ونورتوا مصر كلها. النهاردة بقى فيديو جديد وروتين جديد. سيرة قبل ما نخش على الفيديو كده حطوا اللايك. النهاردة بقى نعملوا مع بعض شوية شغل، بقى نروقوا البيت، نغسل المواعين، نغسل الغسيل، ونعملوا أكل. النهاردة بقى يوم طويل مع بعض. نقول الدعاء بتاعنا: اللهم صب علينا خيرا وصبا صبا، ولا تجعل عيشنا كده، اللهم اهدنا لصالح العمل والأخلاق، لا هدي لصالحها إلا أنت، واصرف عني سيئها اصرف سيئها إلا أنت. ربنا يا رب يجعل سعادة العالم بين ايديكم، ويطعمكم ويحرمكم ويبارك لكم في اولادكم. قادر يا كريم كل اللي سمع الفيديو وحط اللايك، ربنا يجعل الدعاء ده من حده ونصيبه. النهارده بقى كان عندنا مواعين يوم، زي ما انتم شايفين كده. كان بقى لي يومين بصراحة ما غسلتش، لان كان يعني امبارح كان اخواتي عنده كده، ف كانوا عايزين ياكلوا مبروم وكده. عملت بقى مبروم، طبعا حلة المبروم اللي بتبقى حل بقى والمصفى، وبقى كان مواعين ياما، فقلت بقى ايه خلوهم بقى لبكره، ما غسلتهمش. قلت نعدي اليوم نقعد مع اخواتي، لان يعني اخواتي مش كل يوم معايا. بعد كده بقى اقوم ايه اغسل المواعين واعمل اللي ورايا. طبعا هنا بقى اول حاجه عملتها قلت ان انا افطر. كان مرات عمي الله يرحمها وحسين الله كانت تقول لها مش ان انت تفطري الاول، وبعد كده بقى قومي اعملي كل اللي وراك. قلت لها طيب. انا بقى من يومها وانا ايه حاطه كلمه في دماغي كده، قعدت بقى فطرت. كان عندي سلطة جبنة قديمة كده بنعملها على طماطم وقالت بدنجان، وكنا جايبين طعمية وطماطم. كان عندي سردين، وعملنا بقى كل واحد سندوتش. طبعا زي ما انتوا عارفين ان انا كان الفطار ده بيبقى سندوتش جبنة كده وكوباية شاي، والحمد لله على كده. بس بقى النهاردة ايه كان ولادي ادم كان عايز ياكل طعمية، وراح جاب طعمية. وكان عندي سلطة، وكان عندي هنا بدنجان وكده. بص ايه ده، على فكرة في اول الفيديو لو كنت خدت بالكم بقول لكم تفضلوا ما تفضلوا تفضلوا جبنه، واسك لكم طبق الجبنه يعني. المهم الحمد لله يعني، والفطار يعني بتبقى لقمة خفيفه كده. بس بصراحه هي اهم شيء هي يعني، في ناس يقول لك لا هي بتبقى خفيفه، لا على فكره هي الاساسيه لقمه الفطار ده اللي انت ايه بتغيبي عليها طول النهار بقى تشتغلي عليها يعني. طبعا هي لقمه الفطار ده اللي انا بفطرها واغيب طول النهار لحد ولادي ما يجي على الساعه 10 بالليل ولا حاجه. بقيت ولادي يعني ربنا يبارك لي فيهم، بعمل بقى الاكل وناكله بقى مع بعض يعني. هي اهم شيء لقمه الفطار دي. صلوا على النبي يا جماعه وحطوا اللايك. هنا بقى المواعين زي ما قلت لكم بقى، فقلت لاخواتي والله ما انتوا واصلين. طبعا هم ايه متعودين، او احنا لما نبقى عند بعض يعني معزومين عند بعض او مقضين اليوم مع بعض، ف بنغسل المواعين والرواق مع بعض يعني وكده. فقلت لهم لا بقى، انا ولا غاسلين ولا عاملين اي حاجه، سيبوا كل حاجه بكره انا هعملها ونقعد مع بعض نتكلم مع بعض يا عالم يعني. المهم قعدت بقى غسلت المواعين زي ما انتوا شايفينها بقى، المواعين ما شاء الله ياما. اهم شيء المواعين يعني، زي ما انا قلت لكم قبل كده ان انا اهم شيء ان انا اغسل المواعين. انا في ناس في مثل عندنا يقول لك ايه اكنس بيتك ورش وما تعرف مين اللي هيخش، بس انا بصراحه يا جماعه اهم شيء ان انا ايه اغسل المواعين الاول، بروق المطبخ يعني الاول، بعد كده ترويق البيت اللي هو كنيس حاجات البسيطه ديت سهله. لكن اهم شيء اللي هو غسيل المواعين ده، الكركبه دي يعني، غسيل هدوم، الترويق بقى في ثانيه بتروقي يعني. طبعا زي ما انتم شايفين كانت الكوبايات كلها والاطباق والبلاستيكات، وكان هنا بقى عندي بلاستيكه اللي هي بتاعت اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام بتاعت العجين ديت، بس ولادي كانوا كسروها، فقلت بقى هغسلها واعملها بسلك كده انا اعجن فيها، اعمل فيها اي حاجه يعني ايه هعوزها يعني، بدل ما ارميها خساره. طبعا دلوقتي الطبق عدى يعني كنت جايبه الطبق ده 25 جنيه، دلوقتي هعمله بتاع 100 جنيه ولا حاجه. فانا بمسكه كده بسلك، بسخن السلك وعديه من الناحيه دي للناحيه ديت، وايه بعمل له عمليه تجميل كده يعني. طبعا في ناس بقى يقول لك لا اكنسي بيتك الاول بعد كده اغسل. انا بصراحه الاهم شيء المطبخ يتروق، مواعين تتروق، من الهدوم تتغسل يعني. انا مثلا بغسل مواعين الاول، بعد كده بقى بحط دور في الغساله، اقوم بقى اروق يعني، مثلا اسوي سراير، اسوي صاله، اعمل اللي ورايا يعني. اهم شيء الايه المواعين الاول. وطبعا احنا عملنا برضو مع بعض اكل يعني ايه، هنعمله مع بعض اكل وترويق. هيبقى النهارده يوم طويل يعني، والفيديو معلش بقى هيبقى طويل عليكم، انا مش بحب ان انا اطول عليكم في الفيديو عشان ما تزهوش يعني. وكمان اللي عامل مثلا باقه ولا حاجه، الباقه تحت ما تخلصي، فانا والله على قد ما قدرت يعني ان انا جريت الفيديو يعني. انا بصوا تحسوا ان الفيديو بيجري لوحده، فانا جريته على قد ما قدرت يعني. طبعا انا كنت حاطه طشت كده بشطف برضو فيه، بس انا بصراحه بحب اشطف كده تحت الحنفيه على طول يعني. هنا بقى الصواني
طبعا بص هنا الصابونة، بص اللي هنحطها في العلبة ديت اللي هي الصابونة اللي هو الغسيل اللي هو بنعمله بالزيت المستعمل ده، أختي بتعمله يعني، بس هي بصراحة بقالها فترة ما عملتوش، أنا كنت شارية من السوق، بس بيبرم السلك يعني، بصوا حتى مش حاسة ان هو مش زي اللي احنا بنعمله في البيت يعني. تمام، قومي بقى تحدي الكسل. طبعا بص احنا في الصيف نبقى كسلانين وفي الشتاء كسلانين، امتى نقوم بقى نبقى نشطة كده؟ لا بص قومي تحدي الكسل وقومي اعملي اللي وراكي. خلصت بقى هنا المواعين، وكان بقى هنا عندي الهدوم، كنت انا بدور الغسالة، وطبعا انا بطلع بالغسالة عشان الغسالة بتاعتي يعني على قدها، طبعا بتاعة الفرح بقالها سنين، فمش بتنضف الهدوم قد كده يعني. طبعا ولاد الله يديهم الصحة، الأطفال يعني بيبقى هدومهم على طول من اللعب وكده بيبقى ايه مش نظيفة قد كده. حتى ادم بقول له ادم التيشيرت بتاعك ماله كده، بيقول لي يا ماما دي طينة كان وقع في الترعة بالعجلة وكده، فقلت له لا مش طينة، ده دي حاجة ماسكة زي ما تكون زيت او حاجة زي كده يعني. طبعا لو بقع ولا حاجه برضو بغسلها بالصابونه اللي هي اللي انا قلت لكم عليها اللي هي الصابونه الغسيل العادي ده، وادعك على ايدك واشطفهم بقى مرتين ولا حاجه، تاني بقى بجففهم وانشر الهدوم بقى، فاهمني؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. خلص بقى ونطلع بقى نروق ال نروق بقى الصالة كده مع بعض. بص بقى انا حطيت عليه شوية صابون وسيبته كده شوية لحد لما خلصت الباقي، وايه وقلت ان انا اضحك يعني. طبعا انا كان قبل كده ايدي مكسورة، فتلاقوني ان انا مش يعني مش عارفة اضحك على ايد قد كده يعني، لان كانت ايدي الشمال دي مكسورة ف تبقى وجعني يعني. المهم خلصت بقى غسيل وطلعت نشرت، وقلت بقى نروق الصالة كده مع بعض قبل ما نعمله الأكل. أكل طبعا الغدا ده كان الكلام ده كنا بقى ايه بعمله قبل المغرب مباشرة يعني، قبل المغرب بنص ساعة ولا حاجة عشان يفضل الأكل سخن لحد أولاد ما يجي يعني، لأن ساعات بيجي بدري ساعات بيجي متأخر على حسب يعني. فطبعا أنا ايه بجمع لكم الفيديوهات على بعضها وبعد كده بقى ايه بعمله لكم فيديو يعني. قعدت بقى هنا نفضت الصالة كده، طبعا زي ما انتوا عارفين بص يا جماعة الجو نار هنا بقى، الجو طراوة مش عايزة اقول لكم يعني، الجو طراوة خالص، لان ايه البيت مش متمحر ومش متبلط ولا في دهان ولا اي حاجة، فتحس بقى ان هو ايه حلو وجميل يعني، طراوة وحلو كده. هنا بقى كنست، خلصت طريق كده وكنست. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاغفر لي. هنخش بقى نعمله مع بعض، نعمله النهارده بقى سمك. عندي المشهد دي يا جماعه مش عارفه بتعمل فتافيت السكر، عارفين انتم اللي هي مش عارفة ليه كده السجادة دي بتعمل فتافيت السكر يعني، اللي بيطلع ده مش عفرة، لا بيطلع من السجادة ذات نفسه اللون بتاعها يعني، بتبص تلاقي طالعة منها اللون اللي هو الأحمر بتاعها ده. هنا بقى كنت جايبة سمك كده من السوق، نضفته، والحشوة بقى بتاعته دي اللي هي زي ما انتوا عارفين انها توم وهرسة شطة. وهنا بقى الدقيق ده انا بحط عليه شوية نشا كده عشان يبقى السمك ما يرمش يعني وكده حلو يعني. بحشي السمك الاول بعد كده بقى ايه بنزله بقى في الدقيق على النشا، ونص معلقة ملح وشوية كمون كده عشان يبقى السمك مملح وطعمه حلو. حط بقى الدقيق كده وحط في الطبق يعني ايه، لو واسيب الزيت شوية كده لما يعني ما بحطش الزيت، بسيب برضو الدقيق كده يتشمع الاول شويه كده على السمكه عشان ما ينزلش في الزيت على طول، بسيبه بتاع 5 دقايق كده ولا حاجه، بعد كده ايه بنزله في الزيت. في ناس بيحطوا ميه ونزلوا تاني السمك ده في الميه بعد كده يحمروا، لا انا بصراحه لا بحمر على طول يعني. اهو بقى احط الزيت كده يسخن،
ليه العلم سيدنا محمد رسول الله. انا بقى حطيت الصينيه كده، بعمل رز في الصينيه. طبعا انا ما عملتوش النهارده رز ببصل، عملت رز كده محمر عشان الجو حر كده، فقلت لا يبقى رز محمر كده مش ببصل يعني. بنزل بقى السمك كده يتحمر، وهنا بقى الاول شويه الرز لما يتحمروا بنزل عليهم بقى بقيه الرز، وازود بقى عليهم الميه. يعني انا بعمل عبارة الميه على قد عبارة الرز، واحط معلقه ملح بقى على حسب ما ياخد الملح بتاعه، واقلبه بقى كده شويه برضو في الزيت، وبعد كده بنزل عليه الميه واسيبه بقى اول ما يتشرب كده. بنجي ايه موطيه عليه. خلصت بقى هنا نقلب السمك ونطلع بقى. وكان في الوقت ده بقى كان ولادي جم بقى، يعني كانوا خلاص جم من بره، وهنا بقى كنت بغرف الاكل. وده كان فيديو النهارده، لو فيديو النهارده عجبكم ما تنسونيش في اللايك والكومنت بقى الحلو اللي زيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.